السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا وأهلا بالإخوة الأحباب. يوم الثلاثاء 19 رمضان عام 1441، ما زلنا مع بعض في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام العالم محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. يقول البخاري رحمه الله: باب إثم من دعا إلى ضلالة، إثم من دعا إلى ضلالة أو سنة سيئة، لقوله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. الإنسان لو دعا إلى ضلالة، دعا إلى سنة سيئة، أحدث بدعة فاتبعه الناس على ذلك، عليه إثم هذه البدعة وإثم من تبعه. يقول: وفي الحديث عن مسروق عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها أو كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، فهو أول من قتل، فكأن لا يقتل إنسان مظلوم إلا يتحمل جزء من الذنب لأنه أول من سن القتل. كذلك من ينشر الفواحش ومن ينشر المنكرات، والله والأمر خطير جدا في هذه الأيام خاصة، يعني مع انتشار الأدوات التصوير والتسجيل، فأصبح بعض الناس يا إخواني يسجل منكرات، وربما يموت هذا الإنسان وتبقى هذه المنكرات حية يتداولها الناس، فهو عليه إثم كل من أضله وكل من ساعده على هذا المنكر. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وليحذر أن يكون من دعاة السوء وهو لا يشعر. وأنا عايز أنبه هنا تنبيه مهم. أحيانا يعني بعض الناس الطيبين وبعض الناس الملتزمين يقع في الدلالة على السوء وهو لا يشعر، عن طريق النقد. نقد إيه؟ يعني هو يسمع مثلا واحد قال قولا سيئا، علماني، إنسان مبتدع، فيروح نائل على صفحات الفيس أو غيرها القول، هو بينتقد وبيرد عليه يعني. طب ربما يا إخواني هذه البدعة لم تنتشر، وربما هذا القول لا يعرفه كثير من الناس، فالأصل إحنا لا ننقل هذه الأشياء. الأمر لما ينتشر ويصل لجميع مسامع الناس أو أغلب الناس يبقى محتاجين نرد عليه. أما إحنا ننقل الأقوال فهذا لا ينبغي. الأصل في هذه القاذورات أن تستر وأن تهمل لكي تموت، فدي مسألة مهمة يعني حتى لا يقع فيها بعض الناس وهو لا يشعر. أيضا بعض الشباب أو بعض الدعاء أحيانا يقول: شوف فلان بيقول كذا وكذا، أو شوف الفيلم الفلاني بيبقى فيه كذا، من باب الإنكار. طب ربما بعض الناس ما رأى هذا الأمر فكأنه دله عليه وهو لا يشعر، أو يقول مواقع فلانية بتنشر كذا وكذا. بعض الناس ما يعرفش هذه المواقع، اول ما سمعها من مين؟ سمعها من هذا اللي مثلا الداعيه او هذا المنكر، فروح يدور عليه. فعايزين نخلي بالنا، الشر يذكر اجمالا، الخير يذكر تفصيلا. دي قاعده تاخد بالك منها، الشر يذكر اجمالا، ونتادب ادب القران. القران لا يذكر الاسماء ولا يذكر التفاصيل، ها؟ فالشر يذكر إجمالا، أما الخير يذكر تفصيلا. فنخلي بالنا من المسألة دي، بارك الله فيكم. ذكر بعد ذلك البخاري رحمه الله باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة، وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. هنا البخاري رحمه الله كما قالوا فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري اللي أنا قريته ده اسمه الترجمة، اللي هو عنوان الباب ده اسمه الترجمة. فتجد البخاري هنا رحمه الله يذكر أحكام في هذه الترجمة، أمور استنبطها
فهو بيقول ما حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم من اتفاق ايه اهل العلم. فالاصل الاجماع حجة والاتفاق حجة، والاتفاق كما قال الكرماني الاجماع هو اتفاق اهل الحل والعقد اي المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور من الأمور الدينية. طيب هو أشار هنا إلى ما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة، هل إجماع أهل مكة والمدينة حجة؟ ها؟ ده قول بعض أهل العلم، بل بعض العلماء كمالك رحمه الله يرى إجماع أهل المدينة حجة أو عمل أهل المدينة حجة، وخلفه الجمهور في ذلك، بل جمهور العلماء لا يرون اتفاق مجتهدي الحرمين دون غيرهم ليس الإجماع عند الجمهور. فاتفاق علماء مكة والمدينة ليس بإجماع عند الجمهور، فضلا عن يكون اتفاق أهل المدينة وحدهم كما هو قول مالك رحمه الله. ولكن ممكن ده يستعمل في الترجيح كما أشار إليه الحافظ ابن حجر، يعني يقول مثلا عند التعارض يكون قول أهل المدينة أو قول أهل الحرمين أولى من قول غيرهم، لأن نزل عليهم الوحي وهذه الأماكن مهبط الوحي الشريف، وقد مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيها وكان فيها خيار أصحابه رضي الله عنهم. فهذا هو المقصد والله أعلم. يقول بسنده عن جابر أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، مرض يعني. فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي، أقلني بيعتي، عايز يرجع في البيعة اللي هي البيعة على الإسلام. ها؟ فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، لأن البيع على الإسلام لا تقال، لأن التمسك بالإسلام هذا خير له في الدنيا والآخرة. قال فخرج الأعرابي، يعني ساب المدينة ومشي. فقال صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. ذكر أهل العلم أن هذا الحديث خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي من يترك المدينة إعراضا عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه خبث نفته ليه؟ نفته المدينة. ولم يقولوا بأن هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأن كثير من الصحابة وأفاضل الصحابة ترك المدينة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. علي ترك المدينة، عبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة، منهم من ذهب إلى الشام، وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل ذهبوا إلى الشام، وعبد الله بن مسعود وغيره ذهب إلى العراق، وعلي ذهب إلى الكوفة رضي الله عنه لنشر الإسلام ونشر العلم. إذن الحديث يحمل على من ترك المدينة إعراضا عنها في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ذكر بعد ذلك البخاري رحمه الله عن ابن عباس قال كنت أقرئ عبد الرحمن ابن عوف. كنت أقرئ، يعني معنى كده ابن عباس بيعلم عبد الرحمن بن عوف، يعلمه القرآن، يحفظ القرآن، مع أن عبد الرحمن أقدم منه إسلاما رضي الله عنه وأكبر منه سنا وأعلى منه مكانة من العشرة المبشرين بالجنة، لكن ابن عباس كان فطنا ذكيا سريع الحفظ، وكان يعني كثير من كبار الصحابة مشغول بالغزوات وغير ذلك، فربما لم يحفظ كثير من القرآن. وبعض العلماء حمل الحديث على العكس، ان عبد الرحمن هو الذي كان يحفظه القرآن، لكن الظاهر والله اعلم كما هو ظاهر من الرواية ان ابن عباس هو الذي كان يحفظ عبد الرحمن ابن عوف القرآن. يقول فلما كان اخر حجة حجها عمر قال عبد الرحمن بمنى لو شهدت امير المؤمنين، اتاه رجل فقال ان فلانا يقول لو مات امير المؤمنين لبايعنا فلانا. عبد الرحمن بينقل لعمر رضي الله عنه، بيقول له ان في واحد بيقول لو مات عمر انا حبايع فلان. وفي رواية هو البخاري ذكر هذا الحديث في اكثر من موضع، قال لقد كانت بيعة ابي بكر فلتة،
يعني عايز يقول زي ما هو يعني مجموعة من الصحابة بايعوا أبا بكر، فلما يموت عمر أنا بايع فلان ويبقى الخليفة. ها، فطبعا عمر رضي الله عنه قال: لا أقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم، يعني ناس يفرضوا رأيهم على الأمة. ها، فقال عمر: لا يبايع رجل إلا عن مشورة المسلمين، وإنما كانت بيعة أبي بكر فلتة ولكن الله وقى شرها، وأيكم مثل أبي بكر. يعني أبو بكر معروف منزلته في الإسلام، ولذلك لما بويع في سقيفة بني ساعدة، ها أي نعم، الذين بدأوا بيعته كانوا مجموعة قليلة من المهاجرين والأنصار، لكن بعد ذلك لم يختلف عليه اثنان وبايعه الصحابة البيعة العامة لما له من السبق والمنزلة والفضيلة. وقد يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي مكانه، استخلفه على الصلاة في حياته عليه الصلاة والسلام. فكان كل هذه إشارات لأن هو سيكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليه، لم يقل يتولى أبو بكر، هم عليه الصلاة والسلام أن يفعل ولكنه لم يكتب وترك الأمر شورى لكي تكون سنة المسلمين كذلك، أن اختيار الخليفة واختيار الأمير يكون بالشورى بين أهل الحل والعقد. فعمر رضي الله عنه بيقول: أنا أحذر الناس، هقوم أخطب وأحذر الناس. فقلت: لا تفعل. مين اللي بيقول؟ عبد الرحمن بن عوف يقول لعمر: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك، فأخاف ألا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير أو كل مطير. أشوف الكلام، يعني عبد الرحمن رضي الله عنه بيشير على عمر أنه لا يخطب في مكة، في الكلام ده لا يخطب في الحجيج، لأن الحجاج دول جايين من آفاق مختلفة. فبيقول له: الموسم يجمع رعاع الناس، موسم حج، يعني في أهل العلم وفي من غيرهم، ها، فممكن الناس تسمع كلام ما تفهموش ويطيرونه ويشيعون الإشاعات. ها، بيقول: فأمهل، يقول لعمر رضي الله عنه: فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، ها، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. شوف الكلام، هذا يستفاد منه أن عمر رضي الله عنه كان يشاور الصحابة وكان يأخذ بمشورتهم ويرجع عن رأيه. هو رأى أن يخطب في منى ويخطب في موسم الحج، لكن عبد الرحمن أشار عليه، قال له: لا تخطب في الموسم، إنه يجمع رعاع الناس، انتظر حتى ترجع إلى المدينة، فهي دار الهجرة، دار السنة، دار العلم، ها، يعني أصل العلم في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيها آخر حياته، العشر سنين الأخرانيين من حياته مكث فيها، أغلب الأحكام الشرعية نزلت بالمدينة، فهي دار السنة ودار الهجرة. ها، فهو البخاري رحمه الله ذكر الحديث كله عشان الجزئية دي، أن المدينة دار الهجرة ودار السنة وفيها يعني أهل العلم. يقول: وينزلوها على وجهها، يعني أهل المدينة هيفهموا منك الكلام وينزلونه على وجهه، لا يشيعون الإشاعات ولا يطيرون الكلام في كل مكان على غير وجهه. فقال عمر: والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم، إلى آخر الحديث. البخاري هنا اختصر الحديث رحمه الله، لأن هو دايما بيقطع الأحاديث وأحيانا بيقتصر على موضع الشاهد. ايه موضع الشاهد؟ زي ما قلنا، موضع الشاهد ان المدينة دار الهجرة ودار السنة. لذلك يا اخواني، وان كان اجماع اهل المدينة ليس بسنة او ليس اجماعا معتبرا، لكنه يستأنس به، يقدم على غيره
عند الخلاف وعند عدم وجود ما هو أرجح منه. لكن لا شك إذا تعارض عمل أهل المدينة مع السنة تقدم طبعا السنة. والحديث البيعان بالخيار حديث مشهور خلفه الإمام مالك رحمه الله، ونقل عنه عدم العمل به لأجل عمل أهل المدينة، ولم يوافقه أهل العلم على ذلك، خالفوه وقالوا أن الحديث حجة، بل إن من أهل المدينة من عمل به. فالحاصل أن هذا فيه ثناء على أهل المدينة، وأنها يعني موطن العلم ومجمع السنة ودار الهجرة، فعمل أهل المدينة يستأنس به، وممكن يستعمل أحد المرجحات، لكن لا يكون حجة بنفسه ولا يقدم على ما هو أقوى منه. والله أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.